تستغرق الرحلة 7 ساعات للوصول من العاصمة الباكستانية إسلام أباد إلى منطقة تدعى معلم جابا في وادي سوات. هذه هي جنة باكستان الشتوية، حيث يعيش الناس هنا على بضع دولارات يوميا، ولكنهم محاطون بمناظر خلابة لا تستطيع الأموال شراءها. الوصول إلى الطريق العاصفي بمسربيه بطيء، إلا أن هذا المكان لم يوجد للسرعة إلا إذا كنت تتزلج أسفل المنحدر مثل المتزلج زاهد حسين. اليوم تعتبر منطقة معلم جابا المنطقة الوحيدة في باكستان التي يوجد فيها منتجع للتزلج. لا بد لكم من رؤية كيف تصنع الزلاجات هنا للأشخاص الذين لا يستطيعون شراءها، حيث يقوم نجار محلي بإحضار قطعتي خشب يتم إلصاقهما بزوج من الأحذية الرياضية من خلال دق المسامير على جوانب الحذاء، ومع ذلك يستطيع هذا الفتى التزلج بمهارة. تمكن زاهد من الفوز بالمركز الأول في مسابقة التزلج التي تقيمها الحكومة الباكستانية ضمن فعاليات الاحتفالات الشتوية التي تهدف إلى تشجيع قدوم السياح إلى الإقليم، ويطلق عليها اسم مسابقة تزلج وابتسم. قبل 4 سنوات كانت طالبان هي فقط من تبتسم هنا، حيث قامت الحركة بحملات واعتداءات واسعة في هذا الإقليم لمنع كل ما هو غير إسلامي. اعتقدنا أننا لن نتزلج مرة أخرى على هذه الجبال بسبب طالبان. أثار التدمير التي أحدثتها طالبان في المنطقة لا تزال واضحة. هذا كان أحد أكبر الفنادق في إقليم معلم جابا، حيث يقول السكان المحليون إن طالبان استعانت بالقنابل لتدميره لتبعث برسائل مفادها أن هذا المكان تملكه الحركة. عندما أخبرنا أن مبنى الفندق تم تدميره بكينا. في عام 2009 شنت القوات الباكستانية هجوما على معاقل طالبان، راح ضحيته المئات من القتلى وتشرد نحو 2 مليون شخص، وفي النهاية تمكنت القوات الباكستانية من إخراج طالبان من المنطقة، وعاد السلام والهدوء تدريجيا إليها، وبدأ السياح بالعودة تدريجيا إلى المكان، كما بدأ النجارون المحليون يصنعون الزلاجات اليدوية مرة أخرى. إذا لم تتمكن من العثور على زلاجات يدوية الصنع، فبإمكانكم استعمال الدواليب المطاطية والذهاب بجولة أملا في أن تتوقف بسلام دون التعرض لإصابات. ولكن بالنسبة للعديدين فإن عملية إعادة بناء منتجع سوات للتزلج لا يتم بصورة سريعة بما فيه الكفاية. نسمع عن مساعدات لباكستان من المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، لماذا لم يتم إعادة بناء هذا المبنى؟ الهدف من إقامة هذه المسابقة هو تأكيد أن السلام قد عاد للمنطقة، وعلى الزائرين لهذه المنطقة إعادة بناء هذا المنتجع لنا. وعندها فقط، على حد تعبير خان، ستتمكن معلم جابا من مشاركة العالم طبيعتها الخلابة، وسيتمكن المتزلج زاهد من الحصول على معدات تزلج جديدة.